أهلا بكم، ما زلنا في كيفية حساب أي تكامل، ما زلنا بنكمل في الاستراتيجية اللي احنا بنطرحها. قلنا اتكلمنا أول حاجة عن الصورة القياسية سواء قوانين مباشرة للتكامل أو باستخدام التعويض، واتكلمنا عن حاصل ضرب دالتين وقلنا إن هي بتنقسم لحاجتين الدالة في تفاضلها، وعرفنا شكل القانون إيه والتكامل بالتجزيء. الحالة الثالثة اللي هنتكلم عليها النهاردة إن شاء الله اللي هي حاصل قسمة دالتين، وده عبارة عن 4 احتمالات. في حالة حاصل ضرب دالتين اتكلمنا إن في القانون استثنينا الـ n لا تساوي ناقص 1، وبالتالي في حالة n ناقص 1 بندرسها في حالة حاصل قسمة دالتين اللي هي f برايم اوف x على f اوف x، وهنشوف القانون بتاعها أيضا لما يكون المقام مرفوع لقوة، أيضا لما يكون في تبسيط الكسر، وهنتكلم عن التكامل باستخدام القصور الجزيئية إن شاء الله. أول حاجة نبدأ عليها اللي هو البسط تفاضل المقام. البسط تفاضل المقام، لو أنا عندي تكامل f برايم اوف x على f اوف x dx، أي تكامل على هذه الصورة بيساوي مباشرة لين المقام. طبعا دايما بحط المقام بين مقياس لضمان ان القيمة دي تكون موجبة، لان اللين المجال بتاعها دائما موجب زائد ثابت. مثال تكامل سك تربيع اكس على تان اكس، طبعا بسط ومقام حاصل قسمة دالتين. نلاحظ ان التان اكس المشتقة بتاعتها سك تربيع اكس، وبالتالي البسط تفاضل مقام، وبالتالي لين المقام. المثال ده مثلا 2x على x تربيع زائد 7، نلاحظ ان حاصل قسمة دالتين، المقام المشتقة بتاعتها 2x، وبالتالي البسط تفاضل المقام يبقى ناتج لين المقام. ده بالنسبة لأول حالة اللي هي البسط تفاضل المقام. في حالة البسط مشتقة المقام والمقام مرفوع لقوة f of x أس n، قلنا هنطلع القوة بأس سالب، وبالتالي تحولت لحاصل ضرب دالتين دالة في مشتقتها في تفاضلها، بزود الأس 1 وبقسم على الأس الجديد، طبعا بستثني ال n بتساوي 1 عندما تكون ال n بتساوي 1، وبالتالي اللي احنا درسناها في الحالة السابقة اللي هو البسط تفاضل المقام مباشرة، فلين المقام الناتج. مثال لو انا عندي 2x على x تربيع زائد 5 زائد 1 الكل أس 5 دي اكس، ألاحظ إن مشتقة المقام عبارة عن 5 في x تربيع زائد 1 الكل أس 4 في 2x، وبالتالي البسط ليس تفاضل المقام، ولكن البسط هو تفاضل الدالة اللي مرفوعة للقوة 5، وبالتالي في الحالة دي برفع القوة اللي في المقام بأس سالب، وبالتالي تحولت لحاصل ضرب دالتين، وبالتالي بستخدم قانون حاصل ضرب دالتين دالة في تفاضلها، بزود على الأس 1 وبقسم على الأس الجديد، وتكون النتيجة بتاعتي على هذه الصورة. الحالة التالتة من حاصل قسمة الدالتين إن أنا يكون عندي كسر، والكسر ده يسهل تبسيطه مباشرة بصورة مباشرة، بمعنى مثلا مثال 2x زائد 1 على x تربيع زائد 1 دي اكس، أقدر أكتب هذا الكسر طبعا بسط تفاضل المقام، ألاحظ إن مشتقة المقام 2x فقط وليس 2x زائد 1، وبالتالي البسط ككل ليس مشتقة المقام، وبالتالي ما ينفعش أتعامل معاها بالحالة الأولى أو الثانية. في الحالة دي ببسط هذا الكسر، بكتبه على صورة كسرين اللي هو 2x على x تربيع زائد 1 زائد 1 على x تربيع زائد 1، واقدر اكامل ده لوحده واقدر اكامل ده لوحده، بحيث ان ده حاصل قسمة الدالتين البسط تفاضل المقام، وبالتالي الناتج لين المقام. ده على احد الصور القياسية اللي هو tan minus 1x زائد سالب. لازم الاحظ هذه العلاقة ان انا لو انا عندي a زائد b على c اقدر اوزع البسط، وبالتالي a على c زائد b على c، ولكن لما يكون ما اقدرش اوزع المقام، بمعنى ما ينفعش اقول سي على اي زائد سي على بي، دي غلط رياضيا تمام. اقدر الخص الثلاث افكار السابقه، بسط تفاضل المقام لين المقام، بسط تفاضل المقام المقام مرفوع الاس بطلع الاس بالسالب واتعامل مع حاصل ضرب دالتين. اقدر ابسط الكسر بصور بسيطه بحيث تسهل لي عمليه التكامل. مش قادر بقى ابسط الكسر بصوره اوليه او بصوره سريعه، بستخدم بقى اسلوب القصور الجزئيه. القصور الجزئيه بتعني ايه؟ لا لا لا، لو احنا فاكرين ان انا لو عندي 1 على اكس زائد 3 زائد 2 على اكس ناقص 1، لو انا حبيت اكتبهم على صوره كسر 1 بوحد المقام
وبالتالي بستخدم اسلوب توحيد المقام بيطلع لي الكسر بالصورة ديت. ينفع نعمل العكس؟ لو انا عندي الصورة دي ينفع ارجع لهذه الصورة؟ ده اللي هنتكلم عليه في الكسور الجزيئية. طبعا اسلوب الكسور الجزيئية بنفرض، طبعا بنحلل المقام، بنفرض ثابت على اكس زائد 3 زائد ثابت على اكس ناقص 1. ده في حالة طبعا البسط المقام محلل الى حد من الدرجة الاولى زي ما هنشوف بالتفصيل كمان شوية. طبعا بقى برجع تاني عشان اوجد الهدف بقى ايجاد قيمة A وقيمة B، فبوحد المقام، بوحد المقام ده تاني عشان اقدر اوصل الى نسبة بتساوي نسبة، وبالتالي المقام بيساوي المقام، اذا البسط بيساوي البسط، اساوي البسط مع البسط، الهدف الحصول على قيمة A وقيمة B، وده بنقدر نحصل عليها بأكتر من طريقة. احنا نتكلم على طريقتين اتنين بس، سواء بالتعويض بقيم اكس مناسبة بحيث ان انا مثلا اضع قيمة اكس بواحد وبالتالي اتخلص من ايه، فاحصل على قيمة بي، اضع قيمة اكس بناقص ثلاثة وبالتالي اتخلص من بي، احصل على قيمة ايه وبالتالي قدرت اوصل الى قيم ايه وبي، او عن طريق مساواة المعاملات. يعني مساوي معامل اكس تربيع، اساوي معامل اكس اسف، او اساوي معامل الحد المطلق، بحيث زي ما هنشوف بالتفصيل كمان شوية. وبالتالي في طريقتين للحصول على قيم الثوابت اللي هي الـ A والـ B، وده الهدف بتاع الكسور الجزيئي، إن أنا بكتب الكسر المعقد أو الغير بسيط في صور الأولية وبحاول أحصل على الثوابت اللي عندي. طبعا هناك ثلاث صور مختلفة للتعبير عن الكسور الجزيئية، وده طبعا بتختلف على حسب المقام اللي عندي. في البداية يجب التأكد أن درجة البسط دائما أقل من درجة المقام. لازم أتأكد أن دائما درجة البسط، هنا الدرجة الأولى هنا الدرجة الثانية، أقدر أعمل كسور جزيئية. يبقى لازم أتأكد أن درجة البسط أقل من درجة المقام قبل ما أفكر في كيفية عمل كسور جزيئية. إيه هما الثلاث حالات اللي عندي؟ بيختلفوا على حسب نوع المقام. لو أنا عندي المقام بيحتوي على معاملات خطية بمعنى من الدرجة الأولى، زي المثال السابق اكس ناقص 1 ناقص 2 مثلا، ده من الدرجه الاولى، اكس زائد 3 ده من الدرجه الاولى. لو المقام بيحتوي على كله على معاملات خطيه من الدرجه الاولى، وبالتالي التعبير المستخدم ان انا بكتب المقام كل مقام فيهم في كسر لوحده، وبقى من الدرجه الاولى يبقى البسط بتاعه من الدرجه الصفريه اللي هو ثابت، يبقى ايه على اكس ناقص 2 زائد ثابت على اكس زائد 3. لو انا عندي المقام بيحتوي على معامل من على الاقل معامل من الدرجه الثانيه، وهو على ابسط صوره يعني لا يمكن تحليله، بمعنى انا عندي اكس ناقص 1 في المقام واكس تربيع زائد 4. طبعا اكس تربيع زائد 4 ده ابسط صوره، ما ينفعش احلله اكتر من كده. وبالتالي بتعامل معاه ازاي؟ ان انا بكتب المقام ده لوحده والحد ده لوحده. المقام ده من الدرجه الخطيه الدرجه الاولى، فالبسط بتاعه من الدرجه اقل منه درجه اللي هو الدرجه الصفريه. المقام ده من الدرجة التانية يبقى البسط بتاعه من الدرجة الأولى اللي هو بإكس زائد سي. الحالة التالتة اللي هو المقام بيحتوي على عامل مقرر، بمعنى إن في حد مضروب في نفسه أكتر من مرة، أو بنسميها اللي هي جذور مقررة، إكس زائد 3 في إكس زائد 3 اللي هي إكس زائد 3 لكل تربيع. في الحالة دي بتعامل معاها إزاي؟ إن أنا بكتب الإكس ناقص 2 في بسط في كسر لوحده، وبعدين الإكس زائد 3 اللي هي مقررة بكتبها مرة واحدة، وبعدين بكتبها المرة التانية. البسط في الحالة دي من الدرجة، المقام في الدرجة الأولى، وبالتالي البسط من الدرجة الصفرية، المقام من الدرجة الأولى، والبسط من الدرجة الصفرية، المقام من الدرجة التانية، الطبيعي إن البسط يكون من الدرجة الأولى. فدي جت منين؟ هشرحها بعد شوية. ولكن في حالة المقام بيحتوي على عامل مقرر بتعامل معاها بهذه الصورة. لو هي اكس زائد 3 كل تكعيب فنفس الكلام، زائد ثابت اخر على اكس زائد 3 لكل تكعيب، وهكذا على حسب درجه التكرار. دي جت منين فكرتها؟ الطبيعي ان انا افكر فيها انها دايما الدرجه الثانيه من البدايه بكتبها مقامها من البسط من الدرجه الثانيه، يبقى البسط من الدرجه الاولى. ولكن الفكره جت منين؟ ان انا في الاساس عندي لو انا كتبتها بالصوره دي زي الحاله الثانيه، ان انا ده في المقام من الدرجه الثانيه وبالتالي كتبت البسط من الدرجه الاولى، بس ديت الصورة ديت ليست على أبسط صورة. ليه؟
اقدر اختصرها او ابسطها اكثر من كده. بمعنى لو انا البسط جيت عليه جمعت 3 بي ونقصت 3 بي، وبعدين من الاول حدين خدت البي عامل مشترك هيديني اكس زائد 3 زائد سي ناقص 3 بي، وقسمت الكسرين بحيث ان انا اقدر ابسط ده، اكس زائد 3 تروح مع الاكس زائد 3 من هنا، واقدر اكتبها بهذه الصورة، بي على اكس زائد 3 زائد ثابت جديد على اكس زائد 3 لكل تربيع، اللي احنا عبارة عن الحدين دول. وبالتالي دي مش ابسط صورة، ولكن الصورة ديت هي ابسط صورة، والهدف في الكسور الجزئية ان هو كتابة التعبير المستخدم على ابسط صورة للكسر، ابسط صورة ممكنة للكسر. فدي ابسط صورة ممكنة في حالة العامل المكرر، دي ابسط صورة ممكنة في حالة يحتوي على مقام او معامل من الدرجة الثانية، ده ابسط صورة ممكنة في حالة الدرجة الخطية. خد بالك جدا من هذه الصور ومهمة جدا. تعال نشوف مثال بيقول لي عبر عن الكسر 1 على اكس تكعيب ناقص 9 اكس في صورة كسور جزئية. وبالتالي لازم احلل المقام الى صوره الاوليه، فعباره عن اكس في اكس ناقص 3 في اكس زائد 3، الاحظ ان المعاملات من الدرجه الاولى كلها، وبالتالي بكتب ده في مقام لوحده، ده في مقام لوحده، ده في مقام لوحده، وبكتب كل واحده فيهم ده من الدرجه الاولى صفريه اولى صفريه اولى صفريه. الهدف عندي هو ايجاد قيمه الاي والبي والسي. ارجع تاني اوحد المقامات بتاعه الثلاث كسور، النسبة بتساوي نسبة، وبالتالي المقام بيساوي المقام، إذا البسط بيساوي البسط، فأساوي البسط مع البسط. الهدف هو إيجاد الـ A والـ B والـ C، فأنا بحاول ألاشي الـ B ولاشي الـ C، فأنا بضع الـ X بصفر عشان الـ B والـ C تتلاشى، أطلع قيمة الـ A، أحاول ألاشي الـ A والـ C مثلا فبضع الـ X بـ3 فأطلع قيمة الـ B، أحاول ألاشي الـ A والـ B فبضع قيمة X مثلا ب ناقص 3 فأطلع قيمة الـ C، فأنا قدرت أطلع الـ A والـ B والـ C. إذا قدرت أكتب هذا الكسر في صورة ثلاث كسور بسيطة، وده معنى الكسور الجزئية. تعال نشوف مثال آخر. لو أنا عندي الـ 5X تربيع ناقص 2X ناقص 1 على X زائد 1 في X تربيع زائد 1، ألاحظ إن المقام بيحتوي على عامل من الدرجة التانية، وبالتالي هكتبه في الصورة ديت a على x زائد 1 زائد b x زائد c من الدرجة الأولى، لأن المقام من الدرجة التانية. أوحد المقامات تاني، نسبة بتساوي نسبة، المقام بيساوي المقام، إذا البسط بيساوي البسط، أساوي البسط مع البسط، أحاول أو أحصل على ال a وال b وال c. في الحالة ديت بضع ال x بناقص 1 عشان ألاشي ال b وال c، وبالتالي طلعنا قيمة الـ A، أحاول أضع الـ X بصفر عشان ألاشي الـ B، وبالتالي أحصل على قيمة C. طبعا في حالة الحصول على B بحاول بقى أجيبها بالطريقة الأخرى اللي هي بمساواة مثلا معامل X تربيع، فمعامل X تربيع هنا بـ5، معامل X تربيع هنا نلاحظ إن هي A زائد هنا نتيجة حاصل ضرب ال بي اكس في الاكس هتديني بي اكس تربيع، يبقى معامل اكس تربيع هنا بي، يبقى 5 بيساوي ايه زائد بي، انا جبت قيمة ايه اللي هي 3، اذا قيمة البي ب2، فانا حصلت على الاي والبي والسي. يبقى انا كده اقدر اكتب الكسور الجزئية بتاعتي على الصورة اللي احنا شايفينها قدامنا. تعال نشوف مثال اخر. لو انا عندي اكس زائد 4 على اكس زائد 1 في اكس ناقص 2 لكل تربيع، طبعا نلاحظ ان في المقام معامل مكرر، وبالتالي هكتبها في صورتها البسيطة بتاعتها في الحالة الثالثة اللي احنا شفناها. وبالتالي الهدف الحصول على الـ A والـ B والـ C، أوحد المقامات، أساوي البسط بالبسط، وبالتالي تطلع بالصورة ديت، أضع الـ X بـ2 أطلع قيمة الـ C، أضع الـ X بناقص 1 أطلع قيمة الـ A، أساوي معامل X تربيع أطلع قيمة الـ B، وبالتالي كده أنا حصلت على الـ A والـ B والـ C. أقدر أكتب الكسور الجزئية بتاعتي بالصورة ديت. شوف مثال آخر. لو أنا عندي إكس في إكس زائد 3 على إكس تربيع زائد إكس ناقص 12، ألاحظ إن درجة البسط بتساوي درجة المقام، وبالتالي ما أقدرش أعمل كسور جزئية. لازم في الأول أخلي درجة البسط أقل من درجة المقام، فبحاول أعمل إما اسم مطولة، أو بعمل مثلا بحاول أقسمها بصورة بسيطة بحيث إن أنا بخلي البسط مساوي للمقام، بزود إكس ناقص 12 ونقصهم تاني، وبالتالي الجزء ده
الجزء ده على ده يديني واحد، وده على ده زائد ده على ده، وبالتالي يصبح الكسر بتاعي بالصورة ديت. في الحالة دي بقى بمسك الكسر دوت واعمل له هو اللي اعمل له كسور جزئي، لان درجة البسط اقل من درجة المقام. احلل هذا المقام، استخدم نفس الاسلوب اللي احنا استخدمناه في الحالة الاولى، لان المقام من الدرجة الخطية، وبالتالي احصل على قيم الثوابت، وبالتالي قدرت اعمل كسور جزئية لهذا الكسر. طبعا اتعلمنا الحالات المختلفة للكسور الجزئية. نبدأ بقى نشوف ازاي لو انا جالي تكامل في صورة كسر زي كده، تكامل في صورة كسر زي كده، وبالتالي بمسك هذا الكسر احوله الى صوره الاولية بالنسبة للكسور الجزئية زي ما احنا عملنا في المثال الاول، وبالتالي التكامل ده اقدر اشيل هذا التكامل واوزعه على صورة 3 تكاملات زي ما احنا شفنا في حالة الكسور الجزئية، وبالتالي اقدر اكامل بقى ده لوحده. حاصل قسم الدالتين البسط تفاضل المقام، حاصل قسم الدالتين البسط تفاضل المقام، البسط تفاضل المقام، يبقى انا قدرت اكامل كل حد لوحده. وبالتالي اسلوب الكسور الجزئية بيبسط لي الكسر الى صور اولية يسهل تكامله. نفس الكلام في هذا المثال، قدرت ابسط الكسر بتاعي الى صور الاولية. هنا البسط تفاضل المقام يبقى لين المقام، هنا طبعا حاصل قسم الدالتين البسط ليس تفاضل المقام بصورة مباشرة. لو انا قدرت ابسط هذا الكسر الى كسرين يسهل تكاملهم، وبالتالي 2 اكس على اكس تربيع زائد 1 ناقص 4 على اكس تربيع ناقص 1. التكامل ده بسط تفاضل المقام يبقى لين المقام، التكامل ده على احد الصور القياسية، وبالتالي تان ماينس 1 اكس، وبالتالي قدرت احول التكامل من هذه الصورة المعقدة والكبيرة إلى صور بسيطة أقدر أتعامل معها وأقدر أكملها. نفس المثال في هذا المثال، تكامل x زائد 4 على x زائد 1 في x، ده حولناه إلى صور قياسية إلى بالكسور الجزئية إلى الصور البسيطة ديت. ده طبعا بسط تفاضل المقام، ده بسط تفاضل المقام، ده بالنسبة بسط تفاضل المقام، ولكن المقام مرفوع لقوة. أطلع المقام بتاعي بأس سالب، وبالتالي يتحول إلى حاصل ضرب دالتين، أزود على الأس واحد وأقسم على الأس جريد. ده بالنسبة لحاصل قسم دالتين بالنسبة للاستراتيجية بتاعتنا. يبقى أنا اتكلمت عن الصورة القياسية، اتكلمت عن حاصل ضرب دالتين، واتكلمنا النهاردة في هذا الفيديو عن حاصل قسم الدالتين. المرة القادمة إن شاء الله هنتكلم عن بعض الحالات الخاصة اللي ممكن تقابلنا كتكاملات. أشكركم جدا جدا، وحاول تتدرب بمسائل كتير على التكاملات عموما وعلى فكرة الكسور الجزئية عشان تمارسها أكتر. أشوفكم على خير، أشكركم والسلام عليكم.